بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أحييكم جميعا ونبدأ إن شاء الله تعالى في موضوع مهم جدا، ألا وهو إدارة المشاريع في الثقافات المختلفة. معكم محمد خليفة، وإن شاء الله تعالى نروح في رحلة كده مع إيه هي الثقافات وإيه اللي اتعلمناه. الحقيقة البرزنتيشن دي نمتها أنا وصديق ليا محمد إلياس في أكتر من مناسبة، في اكثر من مؤتمر لبي ام اي، وانا من مصر طبعا، محمد الياس من باكستان، لكن احنا يعني انا نفسي لفيت الدول دي، وحاليا يمكن اكثر شويه، وهو كمان يعني لف الدول دي او تعاملنا حتى مع ناس من كثير من الدول دي، وفي ناس كثيره جدا تعاملنا معاهم من اماكن كثيره، من يمكن ما رحتش روسيا قبل كده، لكن تعاملت مع روس كثير، يمكن هنا مش موجودة ساوث كوريا، بس أنا رحت ساوث كوريا كتير وأمور كتيرة. فالحقيقة تعاملنا مع ناس كتيرة جدا، ودلوقتي الكلام ده البرزنتيشن دي مثلا قديمة، دلوقتي إحنا لما بنتكلم على بتتعامل مع مين في العالم، مش لازم إنك تروح تكون زرت البلد بتاعته، كفاية إنك أنت تكون بتتعامل على الإنترنت. وطبعا لو إحنا ضفنا البلاد اللي بنتعامل بيها مع على الإنترنت هنا مع الناس في التعامل الفيرتشوال، هنلاقي ان تقريبا احنا بنتعامل يعني مع كل العالم، مفيش كلام يعني، وفي بيننا وبين بعض تبادل ثقافي وتبادل فكري وكمان شغل كتير. النهارده لما بنتكلم على البروجكت ايكونومي واقتصادات المشاريع والجيج ايكونومي، اللي هو الناس اللي بتشتغل فريلانسر او بتشتغل زي مستقلين وبيبداوا يشتغلوا معانا بالقطعه، فانت ساعات تتعامل مع واحد من الهند وواحد من امريكا وواحد من استراليا وواحد من نيوزيلندا وواحد من كوريا وواحد من اليابان، ما تعرفش تتعامل مع مين، مع ناس كثيره جدا، ثقافات مختلفه، تايم زون مختلف، وكمان في غير كده كمان الشخصيات، يعني في شخصيه تشوفها مثلا شخص انجليزي تبص تلاقي شخصيته تحليليه او شخصيته اجتماعيه او شخصيته حاده، يعني برضو الشخصية بتلعب دور كبير. فاحنا عايزين نتكلم على الستيك هولدرز بيرسوناليتيز اللي هي شخصياتهم، ونعمل معهم ايه خلاص، وازاي ان احنا نشتغل على اكروس ذا وورلد اكروس ذا جلوب، وندي بعض التيبس للاودينس علشان يقدروا يتعاملوا مع الناس. الحقيقة مش لازم ان احنا نكون بنروح نتعامل مع الناس بره، هم الناس بيقول لنا نتعاملوا معنا جوه. الحقيقه يعني مثلا هتبص تلاقي مستشفى زي مثلا في مستشفى الشيخ جابر الاحمد، هتلاقي فيها جنسيات كثيره جدا شغاله فيها، يمكن فوق ال 50 60 جنسيه شغالين هناك. هنا ده مثلا اهو الاريا دي، الاريا بتاعتها، وده العدد الاسره، وكمان في باركنج كبير، ده معلومات عن المشروع نفسه، وطبعا ده يعني القيمه بتاعته يعني تقرب من 1 بليون دولار، ويعني كان المفروض انها 48 شهر لكن طبعا زادت. لكن عموما مش انا ما بتكلمش على المشروع ده كمشروع على حساب، بتكلم على حجم العماله اللي فيه. يعني البروجكت تيم كان يمكن 16 ناشوناليتيز، وفي 30 سبلايرز من اكتر من مكان في العالم. خلاص يمكن احنا في لايف لون كنا سبلاير للسوفت وير كمان اللي اشتغل بيه المستشفى دي، والسبلايرز دول يعني عندهم ناس شغالين معاهم تحتهم، يمكن كل سبلاير عنده مثلا ناس من تحته يمكن كمان 20 جنسيه ولا 10 جنسيات كمان. فلما تشوفوا عدد الجنسيات اللي موجوده في مستشفى واحد بيتعمل كان في الكويت، هتلاقي رقم كبير. وفي غير كده يعني أمور كتيرة جدا ومتوزعة كمان، الناس يمكن متوزعين في المستشفى دي من أكتر من مكان في العالم جايين يشتغلوا في هذا المشروع. ولو شفت مثلا برضو الأبراج اللي في دبي، برج خليفة وغيره وغيره، هتلاقي كل المشروعات دي فيها جنسيات متعددة. ففكرة أنك أنت تتعامل مع الناس بدون ما تعرف الثقافات بتاعتهم وخلفياتهم دي، طبعا يعني أمر أصبح شبه مستحيل حاليا. ليه؟ لانك او انت مش هتكون افكتيف، مش هيكون عندك ايموشنال انتليجنس، مش هيكون عندك ذكاء عاطفي، مش هتفهم الناس دي تقصد ايه وانت تتعامل معاهم ازاي. ف
حتى البي ام اي هم عملوا كونسيدريشن للستيك هولدر وبداوا حطوها حتى في البيم بوك يمكن من فتره طويله، وبداوا دلوقتي حتى يهتموا بيها لدرجه ان بقى 50% من البيم بوك للبيبل. يمكن انا ما كنت بعمل البرزنتيشن دي زمان اول ما بدات اعملها، اول ما نزلت بيها في اول كونجرس، ان انا عملتها بشكل يعني اشكال مختلفه، الكاليت شارف تاثيرها على النيجوشيشن، الكاليت شارف وتاثيرها على يعني على التفاوض، تاثير الثقافه على اداره التغيير، تاثير الثقافه على اداره المشاريع، تاثير الثقافه على التغيير المؤسسي. فيعني الثقافه خدتها باكثر من حاجه. اول مره كانت 2014، يعني من 2014 بدات بي ام اي النهارده في الاصدار بتاعها، اصداراتها الاخيره تحط الكالتشر وتبدا تتكلم على الكالتشر على الكالتشر على الكالتشر وعلى الثقافه، لان بقى اصبح العمليه جلوبال. وحتى يعني كتير من الناس بيقولوا مثلا المعهد الامريكي لاداره المشاريع هم اكتر حاجه يكرهوها كلمه الامريكي، لان هو المفروض هو جلوبال، فهم بيعملوا براندنج على جلوبال، فواحد يجي يبوظ شغله الامريكي علشان بيعمل اعلان مثلا عن دوره ولا حاجه وعايز يبين للناس يعني ان هو يعني ايه شغال امريكاني يعني. المهم علينا، مش ده موضوعنا، موضوعنا ان احنا بنتكلم عن ايه هي الكالتشر. الكالتشر اللي هي الحاجه الداخليه جوانا، اللي هي القيم، منظومه القيم عندنا، منظومه القيم. ومنظومه القيم دي بتيجي من امور كتيره جدا، بتيجي اول حاجه من الاسره، من انا مش عايز اقول كمان من الجينات، لان في واحد سالني مره السؤال ده فقال لي تعتقد ان الجينات ليها يعني تاثير؟ قلت له انا اعتقد ان لها تاثير، حتى لو الناس خلفتني في الراي الاطباء يعني، لكن انا احس انها فيها تأثير كبير في شخصية الإنسان. لكن عموما هو القيم واللي متعارف عليه يعني بعيدا بغض النظر عن الجينات، لأن احنا مش أطباء في هذا الموضوع في علم الوراثة، لكن أقدر أقول إن منظومة القيم اللي بياخدها الشخص من أسرته ومن المجتمع ومن العالم حواليه هي دي اللي بتشكل ثقافته وبتشكل منظومة القيم عنده. فعلشان كده ما تستغربش ان في واحد منظومه القيم بتاعته تختلف عنك، هو انت ليس يعني هو ليس سيء او جيد، هو بس عنده منظومه قيم مختلفه. وبعدين ده اللي هو الكور، ده اللي بسميه الكور. بعد كده البيهيفير، البيهيفير ده اللي هو ايه، اللي هو الشخصيه. يعني بعد القيم يعني ممكن نكون كلنا من ثقافه عربيه واحده، لكن البيهيفيرز مختلفه، في ناس حاده الطباع، في ناس لينه الطباع، في ناس سلوكها بيختلف على حسب، في ناس عصبية، في ناس. وبعدين يغلفها من برة البروفيشناليزم اللي هي الاحتراف، اللي هو بتخبي فيه، بتحطه ك يعني ايه درع يبان للناس من قدامك كده ده مهندس. فانت عندك كده منظومة للمهندسين شكلهم ايه، او الاطباء شكلهم ايه، او الادباء شكلهم ايه، او الشعراء. فانت عندك ده البروفيشناليزم. فاحنا لما بنتعامل مع بعض بنتعامل يعني ايه، لو في اتنين ما بتعملوش مع بعض كده، فتلاقي كل واحد فيهم عنده فكره عن التاني مختلفه، ده اللي بيسموه الاستيريوتايبس، اللي هو التعميم. التعميم يعني كل الناس دي، كل المهندسين كذا، كل المحامين كذا، كل الامريكان كذا، فعنده ستيريوتايب. بس مجرد ما بيبدا يحصل انتر اكشن بيبدا ان هو يبان ان لا، في حاجات اختلفت، يمكن انا ما كنتش معتقد ان هو هذا الشكل. واحيانا لما تكون انت مش فاهم اللي قدامك تحصل مشاكل، لانك مش فاهم. كل ما كنا كلوز انتر اكشن كل ما تحصل مشاكل اكتر. ليه؟ لان الثقافات مختلفه، لانك في الاول خالص انت كنت بتتعامل مع الليفل الاولاني اللي هو البروفيشناليزم. ممكن بعد كده في البيهيفير يكون هو مش يعني انت مش مرتاح للبيهيفير بتاعه بسبب او باخر. لو انت مش فاهم، لو انت مش فاهم بقى كمان الكالتشر ممكن تبقى انت عصبي جدا بدون داعي. فعلشان كده لازم نعرف الفرق ما بين التلاتة. خلاص، الفاليو اللي هي الكالتشر دي الحاجة اللي الناس متعايشة عليها من زمان، اتولدت فيها، عاشت فيها. منظومة القيم مثلا، عندنا منظومة قيم ان الصغير بيحترم الكبير، فخلاص دي منظومة قيم. لو انا جيت في يوم من الايام واقف مثلا في مترو ولا حاجه وفي شاب قاعد ما رضيش يوقف لي، هو يمكن منظومه القيم اللي عنده تبع ثقافته يعني
ما فيهاش الجزء ده من البند ده من الثقافة يعني. خلاص هي منظومته مختلفة، مش معنى كده ما بيحترمكش. يمكن انت تعتقد ان هو ما بيحترمكش، او ما بيحترمش مثلا شخص كبير كبير في السن مثلا، ما بيحترموش. لا، بس هو منظومة الثقافة عنده مختلفة عنك، هو تربى في بيئة مختلفة ومنظومته مختلفة، وبالتالي ما فيش داعي انك انت تحكم عليه ان هو ما بيحترمكش او ما بيحترمش سن الناس الكبار، لكن هي منظومه مختلفه. زي ما انا مثلا حضرت مره مؤتمر في احد الدول العربيه، كانوا الجماعه قاعدين على الستيج، جماعه امريكان كده وجماعه برضو من العرب يعني، يعني يعتبر في مناصب كبيره، والراجل قاعد حاطط رجله يعني حاطط رجل على رجله، ويعني جزمه تقريبا مؤاخذه يعني في وش الشخص الثاني على طول، يعني في وش الوزير اللي قاعد ده او في وش الشخص اللي قاعد ده، في وشه كده مباشره يعني، ما لا يمين ولا شمال. هو بالنسبه له هو قاعد عادي، بس بالنسبه للتاني واحنا قاعدين كده حاسين مش مرتاحين يعني، عايز نقول له نزل رجلك، على الرغم ان هو عادي بالنسبه له يحط رجله بالشكل ده، بس هو ان دل على شيء، انما يكون انما يدل على جهل هذا الشخص بالكالتشر اللي راح يتعامل معاه. يعني هو جاهل مهما كان هو علميا بالنسبه لي قوي. وفي واحد تاني كان سبيكر جه في الكويت مره وقال نكته قبيحه يعني في وسط الناس يعني، يعني في وسط ستات ورجالة. الغريبة الناس بقى بتضحك من تحت لتحت، بس هو يعني بالنسبة لنا كانت يعني ما احترمش الكالتشر بتاعت الناس اللي موجودة، ما احترمش الثقافة الناس اللي موجودة. ان الكلام ده يعني يعني هو ممكن يقوله في امريكا عادي جدا على المسرح واحنا والناس كلها بتضحك عادي، لكن لما يجي عندنا مفترض ان هو، رغم ان هو سبيكر كبير يعني من الناس المشاهير جدا جدا في العالم، مش عايز اقول اسمه علشان ما يصحش يعني، لكن يعني يعتبر من الناس اللي هم البيج ستارز في العالم اللي تعرفهم بال يعني حاجة كده مستوى عالي جدا يعني. فحتى أول ما بدأ المحاضرة راح متورينا شيك بمليون دولار، بيقول لك أنا بس الشيك ده جالي النهاردة علشان الكتب بتاعتي اللي بتباع مش عارف ايه. المهم ما عليه، لكن ده لم يمنع أنه هو كان جاهل بهذه الكالتشر، وده كان ده الحقيقة في هذا المنصب ليس له عندي عذر. ليه؟ لانه لازم اذا انت سبيكر وراح تتعامل مع ناس لازم تعرف الناس دي بتتعامل ازاي. فانا ده الكور فاليو، ده اللي الناس اتربت عليه. بعدين البيهيفير الشخصيه نفسها، بعدين البروفيشناليزم اللي هي الطريقه. يعني مثلا في ناس بتقدم خدمات، الناس اللي بتقدم خدمات دي هم فيري بروفيشنال الخدمه بتاعتهم، فما لازم يتعاملوا بدبلوماسيه طول الوقت بغض النظر بقى هو حابب اللي قدامه، هو كاره اللي قدامه، هو شخصيته عصبيه، هو شخصيته هاديه، هو يعني ايا كان هو ايه، لكنه بيخفي كل ده وراء الاحترافيه، ان هو انسان محترف بيقدم سيرفيس احترافيه، فده اللي ظاهر للناس قدام الناس. وهو ده اللي بيحصل لما بيكون فدايما لما الناس بتتدخل مع بعض، ففي الاول بيكون بيتعاملوا على مستوى مين؟ البروفيشنال. فعشان كده مفيش مشكله طول ما احنا بنتعامل بروفيشنال، مفيش مشكله. حتى لما واحد يعني يحيد في الكلام يقول له على فكره انت الرد بتاعك ده مش بروفيشنال، ده معناها ايه؟ معناها انه دخل في منطقه البيهيفير. يعني في الاول كان بروفيشنال، بروفيشنال مع بروفيشنال، هي المنطقه الخضراء اللي حضراتكم شايفينها هنا دي، المنطقه دي هي بروفيشنال مع بروفيشنال، ما فيهاش مشكله خالص بغض النظر بقى انت شخصيتك هاديه، انت شخصيتك تعبانه، انت شخصيتك ايا كان شخصيتك هي، انا بتعامل معاك كبروفيشنال. بعد كده لما يبدا يدخلوا مع بعض فيبدا البيهيفير يشتغل، لما يبدا يندمجوا اكتر تبدا الفاليوز تطلع. لما تحصل بقى، طب ايه اللي بيحصل؟ ليه الناس بتحصل مشاكل بينهم وبين بعض في كتير من الاحيان؟ لان المفتاح غلط، مش قادر تفهم اللي قدامك، مش قادر تفهم اللي قدامك. احنا ما عندناش مشاكل ابدا في شغل البروفيشنال، انا بقدم خدمتي وده بيستقبلها طول ما احنا شغالين بروفيشنال، انا ما عنديش مشكله. امتى بقى؟ لما نندمج مع بعض اكتر ويحصل مور انتر اكشن تبدا البيهيفير. لما يبدا بقى اكتر واكتر ويحصل بقى يعني في انجيجمنت مع الستيك هولدرز يبدا الفاليوز تطلع. فهنا مشكلتنا او مشكله كتير من الناس ان هم كانوا شايفين ان الدايفيرستي او الاختلاف ده شيء غلط، بينما اثبتت الدراسات، يمكن في دراسات حاليا من بي ام اي مطلعها قريب، ان التيم اللي فيه دايفيرستي هو البرفورمانس بتاعه بيكون اعلى. دايفيرستي اللي هي الاختلاف. فالناس مختلفين بالقيم ومختلفين في الشخصيات،
شخصين مختلفين في الكالتشر، مختلفين في الشخصيات. في النورمال سيركمستانس، في الوضع العادي، diversity ممكن bring dividends but things get complicated under stress. طبعا لما نكون احنا في الوضع العادي امور يعني الناس ماشيه مع بعضها، هي كل واحد لوحده، لكن لما بيبقى حصل تحت ستريس، يعني احنا في موقف صعب او في حاله طوارئ او المشروع بقى على اخر فيز فيه بقى، والناس كلها متعصبه وكلها يعني متضايقه وكلها عايز يشتغل باقصى، اول ما الناس تتحط تحت ستريس يبدا مين بقى؟ يبدا البيهافير تطلع، تحط اكتر من ستريس يبدا مين؟ الكالتشر تطلع. فلازم ان احنا نكون فاهمين ايه الكالتشر بتاعت الناس او الثقافه وايه هي شخصياتهم علشان نقدر ندير الستيك هولدرز. طيب احنا هنا مثلا لما نكون كلنا من كالتشر واحده خلاص، يبقى احنا بس ايه هنراعي موضوع البيهيفير السلوك، يعني مثلا السلوك بتاع الناس في بلاد معينه يعني يتسم بالحده شويه عن اماكن تانية، فانا بنراعي الحكايه دي. حتى في البلاد الكبيره تلاقي الناس اللي هم مثلا في امريكا الشماليه غير امريكا الجنوبيه، يعني شمال امريكا غير جنوب امريكا، الناس بتاع تكساس والعالم دي كلها غير بتوع كاليفورنيا، كاليفورنيا غير بتوع واشنطن نيويورك، يعني كل واحد فيهم له فكره وله منظومه الكالتشر اللي هو عايش فيها. في ناس بتحب الدايفرستي، بتحب الناس المهاجرين والامور دي كلها، في ناس تانية لا، يعني المهاجرين بالنسبه لهم دول يعتبر تهديد لحياتهم خلاص. فتلاقي البلاد اللي فيها المهاجرين يعني لحد كبير كتير هتلاقيها دايما بتشجع الدايفرستي، بتقبل الغريب، الامور دي كلها. التانية لا، بتكون متعصبه اكتر. فدي طبعا طب هل احنا جلوبال انف؟ يعني فعلا هل احنا جلوبال انف؟ خلينا نشوف خلاص. ولا احنا يعني هل الليدرز لازم يكونوا فعلا جلوبال؟ الحقيقه حاليا ده سؤال ما عادش له غير رد واحد. كان زمان الناس تقعد يعني ايه تقول يمال، لكن حاليا يمكن انا من ضمن الدورات اللي درستها ويعني كانت رائعه، ان انا كنت بدرس لشركات في كوريا الجنوبيه، كنت بروح كوريا الجنوبيه في سول علشان ادرس لهم الكالتشر دايفرستي. ليه؟ لان كوريا لمده طويله جدا، كوريا الجنوبيه طبعا بتكلم عنها، كانت مقفوله، يعني البرودكتس بتاعهم يطلع بس هم ما بيطلعوش، يعني منتجاتهم تطلع هم ما بيطلعوش، مش زي الصينيين مثلا حتى او غيرهم، لا هم منتجاتهم تطلع هم ما يطلعوش، هم ما كانش يعرفوا انجليزي كويس يعني من قريب. فكنت اروح لسامسونج وال اس وشركات كتيره هناك في كوريا الجنوبيه ادرس لهم ايه المانجمنت في الديفرنت كالتشر، عشان بس يقدروا دول كانوا مين، كانوا هم دول صفوه مديرين المشاريع اللي عندهم، مش اي حد يعني، صفوه مديرين المشاريع اللي هم يعني مستثمرين فيهم، معلمينهم انجليزي ومعلمينهم حاجات كتيره جدا، وبالمره علموهم اللي هي ايه، مش بالمره ده كان اساسي، علموهم اداره المشاريع في الدول المختلفه. كتير من الحالات بيحصل كالتشر شوك اللي هي الصدمه الحضاريه. الصدمه الحضاريه دي دايما تحصل في المالتي ناشونال بروجكتس، ان شخص يكون رايح بيعمل مشروع في مكان ما وبعدين ينصدم بالناس اللي هناك، في يعني بينصدم بتصرفاتهم، وكمان في ناس اجانب كتير تيجي عندنا تنصدم. ليه؟ لو هم مش واخدين على الكلام ده. يعني مثلا في ناس يقول لك عندنا اجتماع مثلا، فالاجتماع الناس يقعدوا الساعة مثلا الاجتماع خلينا نقول الساعة 12 الظهر، الناس جت على الساعة مثلا 11:45 جايين بقى من بره من المطار على هنا، يعني قاعدين حاسبينها بالثانية انهم يكونوا في الشركة الساعة مثلا 11:45 عشان عندهم اجتماع الساعة 12 الظهر. جت الساعة 12 الظهر محدش كده من الشباب، دخل أوضة الاجتماعات، يلا نبدأ، أبو وليد مش موجود، طيب نستنى أبو وليد لما يجي. تشربوا يا جماعة؟ الجماعة طبعا دول يحصل لهم إيه؟ كالتشر شوك. هو اللي تشربوا يا جماعة، احنا جايين نشرب ولا جايين نشتغل؟ فنيجي شوية كده، طيب معلش احنا شوية، فيبدأ إيه؟ طب معلش عشان احنا عندنا صلاة الظهر دلوقتي. فيبدأ يحسوا بإيه بقى؟ يحسوا الناس دي ما بتحترمهمش، طبيعي يعني، بينما هم ما عندهمش مشكلة، يعني هم بيحترموهم وكل حاجة، بس دي الكالتشر بتاعتهم كده، مور ريلاكس في المواعيد. يعني يقول لك 12 يعني 12، يعني هو خلاص يعني 12 عادي، 12 12 ونص تيجي تكلمه يقول لك انا في الباركينج،
في الباركينج. طب بتعمل ايه في الباركينج؟ والاجتماع في الباركينج ولا هنا؟ الاجتماع هنا. بص تلاقي ايه، في بعض البلاد في افريقيا، انا اعتقد كينيا او لو انا مش غلطان، اذا حد عزم حد على العشاء على الساعه 7 المفروض يروح له 9. قله ادب منه انه يروح 7، يعني قله ذوق. يعني اعزمك الساعه 7 تيجي ايه، انت جعان ولا ايه؟ مش متذكر انهي بلد افريقيه، يمكن كينيا اعتقد والله اعلم، بس لكن نقدر نقول ان في بلاد افريقيه لازم انك انت يعني لازم تديهم، يعني لما يقول لك الساعه 7 تبقى تيجي الساعه 9، ما ينفعش انك الساعه 7 تيجي الساعه 7، لان يعني كده يعني قله ذوق. يعني في كمان بلاد زي اليابان، اليابان دي الكالتشر بتاعتها مختلفه جدا. الكالتشر بتاعت اليابان مثلا، خلينا نقول اليابانيين بيشتغلوا عدد ساعات طويله، وهم بيحبوا يشتغلوا عدد ساعات طويله لان بيبين الوضع الاجتماعي للشخص. يعني وضعك الاجتماعي بيبان بعدد الساعات اللي بتقضيها في الشغل مش في البيت. بمعنى انك انت لو بتروح البيت كل يوم الساعه 5، يعني بتطلع الساعه 5 من الشغل بتوصل بيتك الساعه 6، ده معناها انك انت يعني وضعك في الشغل مش قد كده، يعني مش راجل مش واصل يعني. فعلشان كده الكلام ده يمكن من فتره، بس مع يعني اليابان حاولت تغير الكالتشر دي قدر الامكان، حاولوا قدر الامكان يغيروها، والحكومه عملت قوانين ان المكاتب تقفل الساعه 5. ليه؟ لان هم كانوا الرجاله علشان يعني يبين ان هو انسان مهم، فكانوا دايما يعملوا اجتماعاتهم من بعد الساعه 5. يعني يبدا المدير يجتمع بيهم من بعد الساعه 5، ليه؟ علشان هو بقى الساعه 8 9 شكلهم يبقى ايه محترم كده قدام الجيران وهم مروحين يعني. فلما اليابان اصرت انها تقفل المصالح كلها في وقت محدد وممنوع، فبدات الناس تروح البارات، بدا يروح البار، بدا يروح يلعب بين بول ويلعب اي حاجه، المهم ان هو ما يروحش الا متاخر شويه. مراته حتى لما بيجي يروح بدري يوم واثنين وثلاثه بتساله، يعني انت مديرك انت في مشاكل عندك في الشغل؟ يعني اول مره بتفوتها له، ثاني مره، ثالث مره بتبدا تساله بقى بالراحه كده، انت عندك مشاكل في الشغل؟ مديرك ما بيحبكش؟ يعني عايز تقول له الجيران كل وشنا، يعني دخولك وخروجك كده بدري، يعني ايه اللي بيجيبك بدري يعني. فدي مثلا ده جزء من الكالتشر. ويمكن في واحده كنت في سنغافوره قالت لي لو سمحت احنا عايزينك تدينا محاضره في اليابان، يعني في كونفرنس كده في اليابان عاملينه. كنت انا عملت كونفرنس في سنغافوره، وبعدين بعد الكونفرنس واحده قابلتني قالت لي لو سمحت كنا عايزينك تعمل لنا كونفرنس في اليابان. فقلت لها خير، ايه اللي حصل في اليابان؟ عايزين نتكلم عن ايه؟ طبعا انا فرحت يعني كونفرنس في اليابان وكده حاجه جميله، يعني نروح نتفرج على طوكيو والحته دي. قالت لي احنا عندنا مشكله ان مديري المشاريع بينتحروا لو المشروع ما خلصش في ميعاده، او حط تحت ستريس، يعني ان هو ما خلصش في ميعاده وخلص فوق البادجت فبيحس بالفشل فبينتحر. فاحنا عايزينك تيجي تقول لهم، يعني تنصحهم ان هم ما ينتحروش. قصه والله حقيقيه. قلت لها يعني انا ما اقدرش، يعني انا جاي من كالتشر مختلفه، احنا عندنا مدير المشروع لو خلص المشروع في وقته بالتكلفه ممكن يجرى له حاجه، فاحنا مختلفين يا اختي، ما ينفعش يعني، ما ينفعش، انا مش مقنع. احنا بالظبط كده حضرتك زي ما تكوني جايبه واحد ياباني عندنا مثلا بيقول لنا يا جماعه، جايبينه مثلا هنا في قاعه المؤتمرات في مصر هنا، يا جماعه اللي ما يخلصش مشروعه في الوقت المحدد بالتكلفه المحدده وبنجاح وبتوفيق لازم ينتحر. بالظبط كده. فانت عايزه الناس تضحك عليا؟ قالت لا. قلت لها خلاص، انت تقول شوف واحد عندكم عاقل هناك ما يكونش بينتحر وخليه يدي المحاضره دي، انا ما انفعش فيها، انا مش مقنع ليه. بس انت شايف درجه يعني شايف الكالتشر عامله ازاي؟ يعني واضح ان في فرق كبير جدا. يعني في حاجه تانية كمان يمكن دي هتكلم عنها لما اجي اتكلم على يعني الثقافه اليابانيه. طبعا دي ممكن نبدا دلوقتي وما نخلصش. يمكن انا كنت رحت خدت كورس عند دكتور ريتشارد لويس، فكان بنته كمان كانت بتشرح لنا في الكورس ده طبعا العلماء الكالتشر دايفيرستي يعني. فكانت بتشرح بتقول ان انا كنا في اليابان وبعدين بالليل سمعنا ان بيت اتحرق. فالناس كان في جلبه بقى، بيت بيتحرق ومطافي وبتاع، وبيوت هناك خشب، فالبيت جه على الارض خالص يعني. المهم فتاني يوم لقوا ناس بتوزع شوكولاته، بتخبط على الباب ويوزعوا لهم شوكولاته وبتاع وكده يعني حلويات. فبيقولوا لهم الحلويات دي والناس بتيجي، قالت لهم احنا قالوا لهم احنا اصحاب البيت اللي اتحرق امبارح، بس احنا جايين نعتذر لكم على الازعاج اللي سببناه يعني. يعني بيتهم جه على الارض يعني، بس هم تاني يوم جايين يشوفوا ايه يعني الناس مش عايزين. فهم عندهم كالتشر مختلفه شويه في الموضوع ده، وهي يعني الاحترام الفائق للاخرين، او بيعتبروا ان هم لو ما عملوش كده ده حاجه سيئه. فالحقيقه لما بنيجي نتعامل مع الناس فيرتشوال احنا بنعرف عنهم ايه؟ اسمه، الاستيتس بتاعته اواي ولا افيلبل،
الرول بتاعه هو بيشتغل ايه، زي شير بوينت اركيتكت، والتاني مش عارف كذا، ده في تركيا، ده في سنغافور، ده التايم زون بتاعه ساعه بلس 2 اور، ده بلس 10 اورز. فالحقيقه هنا ده بس اللي نعرفه. فعلشان كده احنا كل مهمتنا واحنا بنظبط الامور ان المواعيد تكون سليمه. لكن الحقيقه دي مشكله. ليه؟ لان احنا ما نعرفش حاجات كتير عن الشخص التاني. دي ما تخلينيش نقدر نعمل انجيجمنت استراتيجي جيده. احنا بس بنعرف بس ايه دوره في المشروع، بس احنا برضو عايزين نعرف ايه النوليدج ليفل بتاعه، ماشي نقدر نعرفه، لكن ايه الكالتشر وايه البيهيفير بروفايل بتاع الشخص ده، ده احنا عايزين نعرفه. طبعا الامور بقت معقده لما بقت اونلاين، لكن قبل كده كانت لما فيس تو فيس كان ممكن تكون سهل. طب لما نقول الكالتشر او ثقافه، بنيجي نفكر في ايه؟ بنفكر الناس بتاكل ايه، ايه الموسيقى اللي بيسمعوها، ايه اللبس اللي بيلبسوه، ازاي بيحيوا بعض، ايه الورك اتيتيود او الاساليب، طريقه الشغل بينهم وبين بعض، ايه هو منظومه المعتقدات اللي عندهم، شايفين الدين ازاي، شايفين الاذرز ريليجن. فده كله ايه، الحاجات كمان اللي هي العرف او العرف اللي في المجتمع. فخلينا نشوف كده، ده تفتكروا ده اكل ايه، ده نعمل لكم اختبار كده يعني، ده اكل طلياني. ايه؟ طلياني مكرونه، طلياني ده مكرونه برضه. طلياني شكله صبيط. لا مش صبيط، ده مكرونه شكله صبيط، ده شكله خبز. طب ايه اكله ايه، ده اكل ايه يعني؟ تشاينيز، ممكن صيني او نودلز، باجيت تشاينيز. طيب شوف حاجه ثانيه، ده معروف بيتزا ايطالي اهو. وده ده كده سعودي عربي، حاجة عربي فتة كده. ركز شوية، ركز شوية. ده هندي، ده انديان. ده كده صح، عارف قاعد مع الدوس. انت عارف مسالة، قال لك مسالة، ده جاب اسم الطبق كمان مسالة، وقال لك هندي صح. وده ده اوروبي، ها اوروبي ممكن، او بريتش، او ممكن ايه كمان جماعة بتوع الستيك الضخم ده، وال امريكان، امريكان ستيك كمان. وده تركي، حاجات التركي وشرقي، تركي او شرقي يعني. كويس والله. طب تعال نجرب حاجه تانية اصعب شويه، نصعبها عليكم. الموسيقى ده اسكتلندا، اسكتلندي صح. ودي طبعا واضحه يابانيه، في ياباني او فين. وده عربي خليجي، عربي ايه منين بقى بالظبط؟ دي شراسه مشهوره فين؟ من عمان. عمان واسمها ايه؟ الامارات. الامارات صح، عمان هم بيرقصوا بالمسدس ده او الدويه دي. وده طبعا ده معروف يعني امريكانز او يوروب. لا ده ممكن بريتش، ده ممكن نيو اورلانز. يمكن برزنتيشن دي عشان قدمتها في نيو اورلانز فكنا حاطين الصوره دي هناك. ده اسمها اليولا الاماراتيه، اليولا دي اللي هي بيلعبوا بيها في السلاح دي. طيب تمام كده احنا عرفنا ايه. طب واللبس ده طبعا معروف، ده اماراتي. اماراتي. ده هندي. وش ده هندي. اوكي يعني. وده صيني. اندونيسي. اندونيسي. ودي سوداني. افريقي. تمام. طب الجريتينجز دي طبعا معروفه، شيك هاند. وده اللي هو التاتش بالمناخير، اماراتي. اماراتي معظم عندهم التلامس بالمناخير، ده خشم. حاجه مستفزه قوي، خشم خشم. مالناش دعوه بقى، بص بقى خد بالك، عايزين نتفق اتفاق علشان بس ايه، محدش يزعل. خلاص، ممنوع حد يتكلم على كالتشر بتاعت حد. ليه؟ صح صح، لان مفيش كالتشر حلوه وكالتشر وحشه، هي كالتشر بس. طب وده صح يا باشمهندس؟ صح. ياباني. ده ياباني. ده هندي. صيني. هندي. 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 هنا الورك اكروس ذا جلوب
ده مثلا دول عمال واضح انهم بنود بس موجودين فين؟ دبي صحيح، ده برج خليفة تقريبا كانوا بيبنوه. وده هتبص تلاقي دي الكالتشر بتاعت الناس اللي هي موجودة في المكاتب مختلفة عن الناس دي هنا في المصانع في مثلا الصين بهذا الشكل. ده طبعا دول أوروبا، ده الصين، وهنا دول يعني عاملين احتجاجات على طول الجماعة دول، يمكن أسبان أو حاجة. المهم فهنا طريقة الشغل بتختلف، طريقة الشغل بتختلف من بلد لبلد ومن ناس لناس وهكذا. لو جينا كمان نشوف البليفز، ده طبعا احنا عارفين ده احنا كده مسلمين، وده راجل مسلم، ده كده اللي هم الدين المسيحي اوكي، وده اللي هي اليهود، يهود كاثوليك، وهنا اللي هم طبعا هنود بوذيين، وهنا ده البوذيين، وده حد يعرف ده ايه؟ نجم الداود؟ لا نجم الداود دي حاجة كده مقطوشة من تحت. الماسونيين؟ الماسونيين هما اللي ما عندهمش دين خالص، دي ده لان هما فيش دين الاساس. المهم الناس مختلفة في الامور دي كلها. هتلاقي زي ما انتم شايفين كده في اوروبا الاوروبيين هتلاقي في ميكس ما بين الناس اللي هما كبار في السن وشباب وقاعدين مع بعض بهذه الطريقة. تلاقي في مثلا في شرق اسيا في احترام، لازم الناس الكبار يبقوا قاعدين في مش في نفس مستوى الناس الاقل منهم او الاصغر منهم في السن. هتلاقي الاوروبيين قاعدين بهذا الشكل، هتلاقي اللي في اسيا قاعدين بشكل مختلف. هنلاقي ان هنا في الصين عندهم الوان تشايلد بوليسي، ما اعرفش اذا كانت لسه موجوده ولا، بس هم عندهم البوليسي بتاعت الوان تشايلد بوليسي، ممنوع من طفل، دي عملت مشكله كبيره. وهتبص تلاقي الافريكانز برضو عندهم معتقداتهم واسلوب حياتهم. الوشم او التاتو ده ممكن يكون بعض الكالتشر بس مش مقبول في كالتشر تانية، يعني ممكن يكون في بعض الكالتشر ده يعتبر شيء من الزينة الجميل جدا، لكن في كالتشر تانية بيعتبروني ايه ده غجر اللي حاطينه ده ولا ايه، فتبص تلاقيها مش مقبولة في كالتشر تانية. وهتلاقي في بعض الكالتشر كمان الطريقة بتاعتهم عشان ياخدوا قرار لازم كلهم يقعدوا مع بعض، زي ما تشايفين كده مجلس شيوخ كده قاعدين علشان هياخدوا قرار في موضوع ما، فجايبين المشايخ كلهم ايه، فكل كالتشر فيهم وليها العرف الخاص بيها. ايوه ده صح صح ابوريجينال اللي هو استراليا، دول اللي هم الاستراليين اللي الشكل ده بتاع الاستراليين اللي الاصليين هناك جايز. خلاص فهنلاقي بعد كده ايه الكالتشر دي النيتف استراليان صح، اللي هم اصحاب الارض الاصليين يعني. فهتلاقي ان الكالتشر هنا على حسب تعريفاتها في القاموس اللي هي منظومه المفاهيم، منظومه القيم، منظومه المعتقدات، انت منظومه الدين نفسه، السوشيال جروبس او المجموعات هي اللي بتشكل الشخص خلاص، وهي اللي بتشكل شغله دلوقتي وفي المستقبل، هي دي اللي بتشكله. حتى لو هو بيروح لبلاد تانية صحيح ممكن الكالتشر بتاعته تتغير شوية، لكن هبدن القيم اللي عنده لازالت موجودة لجيل واثنين وثلاثة لغاية لما يندمجوا تماما بقى ويبقوا حاجة تانية خالص. لكن مرة سألت السؤال ده في أعتقد كنت في روما، واحد سأل لي قال لي على فكرة في مهاجرين بيقولنا من أماكن كتيرة، وبعدين بنلاقي في الجيل الثاني الثالث الرابع واحد طالع تقريبا عنده نفس قيم الجيل الأول من قبل ما يجي بلادنا، تفتكر ان الكالتشر دي في الجينات؟ قلت له شوف هو ما فيش اي حاجة علمية تقول الكلام ده، لكن انا من الناس الواثقة في كده، يمكن ده جه من هوايتي في الخيل العربي، وان انا اعرف ان جينات الحصان اللي هو
من أول ما كتبوا تاريخه من 1800 وشوية جيناته موجودة في أولاده حتى الآن في البيهيفير بتاعهم. تقول لك ده واخد الحصان العربي ده واخد الكاريزما بتاعة الحصان مش عارف جد الله اللي هو جاي مش عارف منين اللي هو أبوه كذا توصل لغاية سلسال طويل تلاقيه ده واخد الجين ده منه. فاللي هو وإيه جين إيه مش في الشكل في الشخصية في الشخصية في الكاريزما. فأقول لك ده واخد الكاريزما. فأنا عموما مش عايز أدخل في البند ده زي ما قلت قبل كده لكنها هي مجموعة المعتقدات بتاعة الناس. طيب ليه احنا مهتمين بالموضوع الكالتشر؟ طبعا لان احنا دلوقتي وقبل يعني الكلام ده كنا بنتكلم فيه من 2014 احنا النهارده في 2021 يعني 7 سنين بنتكلم في الموضوع ده. بنقول يا جماعه العالم قريه صغيره يا جماعه خد بالك الميديا بدات انها تشكل البرسبشن عن العالم. يعني الميديا دلوقتي بتلعب دور كبير جدا انك تخليك تتخيل ان الناس اللي الناحيه الثانيه دول اشرار او الناس اللي الناحيه الثانيه دول طيبين. فأصبحت الميديا مثلا وإحنا أكتر ناس اتأثرنا بالميديا يعني الميدل إيست أو العرب أكتر ناس اتأثرت بالميديا في العالم لأن هم يوضحوا إن إحنا إرهابيين ووضحوا إن إحنا مش عارف إيه ووضحوا حاجات كتيرة جدا فمتخلفين فبدأوا إنه الناس يحصلها نوع الستيريوتايب. علشان كده كنت أنا لما بقدم الحاجات دي كنت بقدم برضو بروح إن أنا عايز أقول لا يا جماعة إحنا برضو عندنا كالتشر وإنتوا عندكم كالتشر وفي حاجات عندكم إحنا ما بنقبلهاش. فيعني فالميديا بتشكل الموضوع ده بس خلاص. كمان كتير مننا بنشتغل مع كالتشرز مختلفة. فعلشان تكون انت مواطن عالمي وفي ديود جلوباليزيشن بروجكت مانجمنت انت لازم تتعامل مع الناس دي كلها خلاص. فلازم تعرف ايه معتقداتهم ولازم تعرف ازاي تتواصل معهم. انا عشان اتعلم الكلام ده رحت للدكتور ريتشارد لويس مكانه كده في مكان ما بعيد عن مطار هيثرو في حدود ساعتين ونص تقريبا او 3 ساعات في مكان ما انا لا يمكن اعرف اروحه لوحدي اطلاقا في المزارع في الميدل اوف نو وير زي ما هما بيقولوا هناك. ولولا ان هو بيجيب الناس ياخدهم المطار بعربيه يعني عنده سواق بيجيب الناس من المطار انا ما كنتش اقدر اوصله نهائي يعني. لكن عموما انا وصلت للدكتور ريتشارد لويس الكورس ده رحت خدته على حسابي ورحت هناك بريطانيا والحمد لله يعني كان في بعض الأمور التانية برضو خلصتها هناك. لكن كان الكورس ده مهم جدا بالنسبة لي لأني أنا رايح بدرس كورسات في سنغافورة. دي قلنا مش مشكلة سنغافورة دي مالتي كالتشر. لكن عندي في ساوث كوريا عندي في هونغ كونغ عندي في بلاد كتيرة وبتعامل مع ناس ومع جنسيات كتير حوالين العالم. قل لي يا دكتور ريتشارد أعمل إيه؟ بالفعل رحت حضرت الكورس هناك في بيته هناك الريفي ده يمكن هو بنبات وننام ونعيش عشاء كاملة هناك في هذا المكان صورنا هناك ده. وحتى كان في كل ليلة بيعملوا زي ليالي بقى دي سكوتش نايت فبيرقصوا رقصة الاسكتلنديين وبيتكلموا على الثقافة الاسكتلندية دي مثلا مش عارف ايه نايت كل ليلة كده ليها نايت معينة بنعيش فيها الثقافة يعني. فالمهم دكتور ريتشارد طلع ب نموذج رائع اللي هو قال يا جماعة خلينا نقسم الكالتشر حوالين العالم لثلاث أنواع لينير أكتف كالتشر ومالتي أكتف كالتشر وري أكتف كالتشر. خلينا نشوف إيه هي الكلاسز دي. اللينير أكتف كالتشر اللي هي شوية يعني عايزك تتخيلهم إن هم زي مين الألمان. عايز تخيل الألمان لما نقول ألمان إيه هي أو جزء كبير من الأمريكان كمان والبريتش task oriented highly organized زي مثلا United States Switzerland ألمانيا United Kingdom دول ناس linear active culture خلاص عندهم البروسيس أهم من الناس من البشر. البروسيس تمشي يعني هو مبسوط هو متضايق أيا كان هو مش على البروسيس هو متعاطف معاك مش متعاطف معاك مش فرقة معاه حاجة خلاص ألم في بروسيس خلاص احنا ماشيين على البروسيس. وفي عندنا المالتي اكتيف كالتشر اللي هي اللي احنا منها اللي هو احنا بيبل اورينتد. يعني ايه بيبل اورينتد؟ يعني احنا بنقدر التعامل الشخصي مع الناس اكتر ما بنقدر البروسيس نفسها. يعني احنا بنقول لا التعامل الشخصي مع الناس بالنسبه لنا هو اهم من وممكن ان انا كمان اتجاوز في البروسيس علشان اخدم شخص انا شايف ان هو يستاهل ان انا اخدمه
والله يعني الشخص ده كبير في السن وكده، لا لا حتى البروسس لو قالت ان هو لازم يستنى في الدور، لا انا مش هخليه يستنى في الدور خلاص. انا ليه؟ لان احنا بيبل اورينتد. في كمان انتر ريليتد. انتر ريليتد يعني ايه؟ بنخلط الامور ببعض. يعني بص تلاقي ان الناس اللي هي بالمالتي اكتف كالتشر معظمهم، مش كلهم، معظمهم بيخلط الامور ببعض. وده امثلتهم زي الهسبانيك امريكانز، الميدل ايست، العرب، الافريكا، روسيا، ايطاليا، ايطالي، اسبان. فعشان كده تلاقي الايطاليين والاسبان يعني ايه، ولو تعاملت مع كثير من الروس هتلاقيهم قريبين مننا قوي. الري اكتف كالتشر اللي هو زي مين؟ زي اليابانيين، زي فيتنام. خلاص انا عارف، انا لسه مشغلها من شويه. فشكرا. فتلاقيهم رياكتيف كالتشر انتروفيرت، ما يبانش عليهم هم شعورهم ايه. يعني احنا اكستروفيرت. اكستروفيرت يعني ايه؟ يعني احنا بنتكلم ونشرح بايدينا ويعني بيبان علينا وبيبان على وشنا التعبيرات كلها. لكن لو انت بتتعامل مع اليابانيين او الشاينيز او الفيتنام، ما بيبانش قوي عليهم ايه هي اللي جواهم يعني بشكل واضح. هم اورينتد ليسنر. هم هم بيعملوا ازاي؟ عندهم نوع من، انا يمكن الكاميرا قللت السرعه، عندهم احترام للناس لما بتتكلم. فهم جود ليسنرز، بيسمعوا بشكل جيد جدا ليك لغايه ما تخلص كلامك. يمكن اتعاملت كتير مع سنغابوريانز، ويعني هم دول فعلا فيهم الخصله دي. وقالك رسم الموديل بهذا الشكل. قالك عندنا لينير اكتف، وعندنا ري اكتف، وعندنا مالتي اكتف، وبينهم بقى ناس كتيره. بينهم يعني ايه؟ بينهم يعني في بعض الدول او بعض الناس بدات انها تتحرك باللينير اكتف، بداوا يروحوا ايه ناحيه الري اكتف او ناحيه المالتي اكتف. الله اكتف زي حالاتنا كده، بداوا ان هم يروحوا ناحيه اماكن تانية. طيب وده نتيجه ايه؟ نتيجه الهجرات، نتيجه الميكس. فهتلاقي ان الجماعه اللي هم بتوع سويسرا والمانيا ويو كي ويو اس اي ونيدرلاند والامور دي كلها، هم لينير اكتف. الشغل ومش عارف ايه، والبروسيس ولا مش عارف البروسيس، وده كذا وده كذا، وتاسك اورينتد، يعني فليكسبيليتي عاليه. اللهم الا بعض الاماكن يعني. وفي عندنا الري اكتف اللي هي اليابانيين وفيتنام والتشاينيز والكوريانز والامور دي كلها. وفي عندنا المالتي او الافريكانز والايطاليين والروسيانز والامور دي كلها، اسبانيك امريكانز بقى. عشان كده هتلاقي شوف بقى يا جماعه اللي بيجي بقى من بريطانيا بقى. تيجي تركبه عندنا ما يشتغلش. يعني اللي عملوها كلهم بريطانيين، بيحبوا يكتبوا كتير بالانجليزي، عندهم دوكيومنتيشن ما شاء الله يعني للسما، ما عندهمش اي مشكله. وخدوا حاجه، عندهم احيانا بيلعبوا بالكلمات بشكل غير عادي. فعلشان كده دايما محاضر الاجتماعات، كان ليا صديق ليا بريطاني كنت اقول له حبيبي انت ما تكتبش محضر الاجتماع. الصوت بيقطع اوقات يا باشمهندس، بيقطع اوقات اوقات. طيب كان هسمين صوتك صح ده كويس، بس اوقات بيقطع. طيب خليني اشوف طريقه ممكن تكون الان ممتاز دكتور. عادي كمل دكتور. لو مش ممتاز بس بلغوني في الشات وانا هظبط الامور ان شاء الله. لو قطع تاني كتير يعني. فكنت يعني لياس خليل كان من يو كي، بس هو يعني اصله كان عربي، بس قعد مده طويله جدا هناك. فتعلم منهم لعبه التلاعب بالكلمات احيانا. فكنت اقول له لا، محضر الاجتماع انت ما تكتبوش، لانك لو كتبته بتتكلم بتكتب فيه كلام بالانجليزي ما حدش بيفهمه، بيحتمل اكتر من معنى. فمعلش انا اسف يعني، يا اما يبقى كلير انترناشونال انجلش حاجه كده اي حد يفهمها، يا اما ما تكتبوش. لانك لما بتكتبه بنيجي بعد كده يقول لك لا ده كان قصده كذا، لا ندخل بقى في قصص بتكتبه بطريقه يعني غريبه. فالبروسيس اللي بتيجي من هناك تركبش عندنا. يبقى احنا لازم نعملها تيلور. وده بقى المشكله اللي الناس ما كانتش اليابان عملت حاجه اسمها الاداره اليابانيه. الهازارد ده
ليه هي اليابان ما بتطبقش مش عارف إدارة المشاريع وال... طب ثانية خليني أشوف كده كونكشن تانية تكون أقوى. حضرتك الكونكشن بتاع الفودافون أو موبايل بيبقى أفضل شوية من خلاص أنا حولت على فودافون. تمام. فهنا بقول إيه؟ بقول إن نستفيد من كده إيه يا جماعة؟ بنستفيد إن إحنا في المالتي أكتف كالتشر إحنا مول بيبول أورينتد، علشان كده مثلاً منهجيات الأجايل تمشي معنا أحسن. ليه؟ less documentation more people oriented تمشي معنا أحسن، الناس تقبلتها هنا بشكل أجمل. المنهجيات البريطانية كانت تيجي هنا بالزق صراحة مش قادرة تشتغل إلا يعني مع حوكمة غير عادية وبوشنج غير عادي. ليه؟ لأنها بتعتمد على process 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 process. وعلى فكرة البروسيس دي هي الناس اللي ما عندهاش كفاءة عالية في الشغل تمشي بروسيس. ليه؟ لأنه افعل ولا تفعل. إنما الناس لما بتاخد عندها خبرة في الإدارة بتمشي برينسيبلز مبادئ، وهي عندها الحرية بعد كده تعمل البروسيس. الناس فاهمة غلط. الناس فاهمة إن الناس لما تزيد في الخبرة تروح للبروسيس أكتر. الكلام ده غلط. الكلام ده غلط. الكوك بوك ده مش للناس اللي بتعرف تطبخ. الكوك بوك معروف للناس ما بتعرفش تطبخ. لما الناس بتعرف تطبخ بقى عندهم برينسيبلز للطبخ اكتر من كتب اكتر من بروسيس. عموما انا عايز بس اقول ايه تاثير ده علينا، ايه تاثير الكلام ده على ده. عشان كده احنا بناخد من البروسيس اللي ينفعنا اللي ينفعنا اللي ينفعنا، وتسيب فيه مساحه للتعامل البشري ما بين الناس وبعض. بينما اليابان طبعا رياكتيف، فإدارة المشاريع بالنسبة لهم هم يعني بيتجمعوا كلهم، مثلا هم بيحبوا الحاجات الفيجوال، عشان كده هتلاقي الكامبان جاية من اليابان، هتلاقي الإشي ده. طيب هنا ده الاتريبيوتس بتاع كل كلاس منهم. فلان لينير اكتيف انتروفيرت يعني ما يبانش عليهم، الانر اكتيف دول برضو زي الالمان، خلينا كده نقول الالمان السويسريين العالم دي، خد بالك الالمان ميل يعني السويسريين فيهم منهم فلاحين كتير، فتلاقي ساعات عندهم كده شويه ملخبطه العمليه، لكن في عندهم اللي هم الصبر هدوء بيركزوا على البيزنس، بيحبوا الخصوصيه ما يحبش ان بقى حد يعني مثلا في ناس بتروح تشتغل في المانيا مع ناس ألمان فاكر بقى أنه تالي يوم هيروح يعزمه عنده في البيت، والله لأنت جاي وعندنا طبخين محشي ألماني، أبداً ما هيحصل الكلام ده. بيحبوا يخططوا أهد وبيعملوا حاجة واحدة يعني في الوقت المحدد، يعني حاجة واحدة بس، ما يقدرش أنه هو يعمل أكتر من حاجة مع بعض، وبيشتغل وقت محدد ودقيق في شغل. طيب المالتي اكتف اللي هو زي العرب الامريكانز الاسبان هو اكستروفيرت، يبان عليهم يعني عندهم نوع من كلامهم باشاراتهم بيبان عليهم هم زعلانين مبسوطين بيزعقوا، لدرجه ان كان عندهم مشكله جماعه بتوع كوريا بيقول لك احنا بنشوف العرب بيتخانقوا مع بعض في الاجتماعات. ليه؟ لانهم بيحركوا ايديهم كتير. قلت لهم لا ده عادي زي الايطاليين كده بالظبط، الايطاليين بيتكلموا لو مسكت واحد ايطالي من ايده ما يعرفش يتكلم، لازم يتكلم كده ويمط في الكلام. مفيش صبر كبير، ما يقدرش نقعد يصبر لمدة طويلة، بيحب يتكلم، عنده كرم بس بيخطط الأوتلاين، ما بيعرفش لو ما تيجي تدخل في الديتيلز يقولك لا الديتيلز ما دخلنيش في تفاصيل بقى أنا كده إيه كويس جدا لغاية كده خلاص. وأحيانا يعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت، وبيشتغل في أي وقت، فهو عنده فليكسيبيليتي في الوقت ودقة. يعني إيه للأسف معروف عندنا ان احنا يعني الدقة شوية فيها ديلي. يعني الرياكتيف اللي هو فكر في اليابان كده، انتروفيرت هو يعني ما يبانش عليه حاجة، صبور هادي سايلنت خالص، يعني عامل زي موبايل سايلنت كده، ريسبكتفول عنده الجزء بتاع الاحترام ده مهم جدا، علشان كده لما بيقرا اي كارت لما تديله بيزنس كارد لازم ينحني، لازم ياخده بايديه الاثنين مش بايد واحدة،
وطبعا ما بيسلكش بيه سنانه، هو بيحط الكارد بالراحه جدا على الطاوله قدامه. ليه؟ كانه لانك لو رماه كده كانه رماك انت، فبيحطه بالراحه جدا. يعني لازم يستلمه بايديه الاثنين مش بايد واحده، يعني خد بالك من الحته دي. لما يجي حد ياباني او حد يدي لك بيزنس كارد بتاعه بيديه لك بايديه الاثنين، يبقى لازم تستلمه بايديك الاثنين وتحطه بحرص جدا. ولما تيجي ترتب الكروت قدامك ترتب الشخص الاكبر سنا فوق، وانت بتحط الكروت قدامك يعني ايه مثلا 4-5 قاعدين في اجتماع فبتاخد من كل واحد كارد، فالراجل الكبير في السن او السينيور بتحطه فوق. الالمان لما بيبصوا على الكارت ما بيبصوش على اسمك انت، بيبصوا على الشركه وتاريخ الشركه من امتى اتعملت. احترامك من احترام شركتك، انت انهي شركه، انعملت قبل الحرب العالميه ولا بعدها؟ يعني ايه شغلك كده مظبوط ولا انت تعبان؟ وبعدين في حاجه تانية هنا جود ليسنرز كمان، اسف نرجع مره تانية للجماعه بتوع رياكتيف، جود ليسنرز بيسمعوا كويس جدا، دايما بيشوفوا على looking at general principle، بيشوفوا المبادئ العامه ماشيه ازاي عندهم، بيشوفوا الكونتكست بالكامل، بيشوفوا الصوره كامله. علشان كده في صور كانوا بيدوها للاطفال، يمكن انا بس الصوره هنا مش موجوده، الصوره فيها نمر، فكانوا يوروها مثلا لناس مثلا مالتي اكتيف كالتشر عندنا، ايه ده يا اولاد ده نمر، للينر اكتيف كالتشر شايفين في الصوره نمر، يروح للراجل الري اكتيف كالتشر ده الطفل يقول له شايف في الصوره، يقول شايف ورد وشايف شجر وشايف مية وشايف فراشات وفي نمر في النص. يعني هو بيشوف ايه؟ بيشوف الصورة من جميع اركانها. اتعلم كده، هو ده شغله. وبعدين هو رياكت، هو ما بياخدش اكت، هو بياخد رياكت. وبرضو عنده فليكسبل اور، ممكن يشتغل بعد الشغل وبس بنكتشوال، يعني ايه؟ دقيق. فهنا ده الفروق بينهم. وطبعا الاتيكيت اللي كل واحد فيهم مختلف، يمكن انا كنت درس الاتيكيت بتاع العرب برا، والاتيكيت كمان اللي هو ده كنت درسته اللي هو الرياكتيف ده. وعلى فكره انت تلاقي حاجات كتيره جدا حتى بينهم في فروق، يعني مثلا ما بين كوريا الجنوبيه وما بين مثلا بلد زي اليابان، يعني كره غير عادي، او اليابان والصين كره غير عادي. في مثلا حتى في أكلهم وشربهم، مثلا لما بتيجي تمسك طبق الشوربة عشان تشرب، فأنت لو رفعت لو شربت وطبق الشوربة على الطاولة، ففي مثلا في اليابان فأنت كده مش متحضر، لكن في كوريا أنت كده متحضر، والعكس صحيح على ما أتذكر، مش متذكر واحدة فيهم كده واحدة كده، لأن أنا كنت أشرب معاهم فكان لازم أراعي النقطة دي، إمتى أشيل طبق الشوربة وإمتى أسيبه، او امتى تشيل الطبق اللي باكل منه وامتى اسيبه، يعني اما اسيبه على الترابيزه او اكل منه. ده الشوربه بالذات ما اعرفش ليه يعني، بس هي ليها تكنيك معين. حتى الشوبستيك تعلمت الفروق ما بين مسكه الشوبستيك، الشوبستيك ما بين الفروق بينهم كلهم، فا او يعني على قد ما قدرت يعني. فعرفت ان مثلا في كوريا لازم تكون ستانلس وبيكون مكتوب عليها اسم الناس، اسم كل واحد في البيوت يعني، الثانيه بتكون خشب ويكون يعني قصص بينهم وبين بعض، قصص ما تفتكرش انهم كلهم على بعض قطعيه واحده، زي احنا كده كلنا مش كلنا في الميدل ايست شخص واحد. هنا في امور تانية، اتريبيوتس تانية في اللينير، دي ار دومينيتد باي تايم تيبل وسكادجول، مهم جدا علوم السكادجول التايم تيبل. مثلا في المالتي اكتيف التايم تيبل انبريدكتبل، احيانا يكون يعني مش متوقع قوي. في الري اكتيف هنا رياكتس تو بارتنرز تايم تيبل، يعني مثلا لما تيجي تاخد ميعاد هم بيشوفوا انت الاول ايه الميعاد اللي يناسبك وبناء عليه يظبطوا شغلهم. هنا طبعا هنبص نلاقي في عندهم التركيز، هتلاقي دايما في اللينير اكتيف على موضوع البلانز والفاكتس والانفورميشن، لازم تكون فيه ستاتستكس وفي داتابيز، ودايما ما عندهمش الايموشن اللي عندنا، العواطف اللي عندنا، وبيشتغلوا within the departments، ما عندهمش فكره ان انا اتنقل من ديبارتمنت ديبارتمنت والامور دي كلها، وبيعملوا فولو البروسيدجر. في المالتي اكتيف زي ما شايفين كده لا، ساعات هنا طبعا في اللينير اكتيف كل مشروع لوحده ما بيأثرش على التاني، في المالتي اكتيف لا، let one project influence the other، ممكن مشروع يأثر على التاني، يغيروا البلان. ساعات الفاكتس ما بتبقاش واضحة، لازم تسأل كتير، علشان ليه ساعات الناس بتخفي الحقائق علشان ما يبانش انه سلبي، ما يبانش انه هو مش عارف يتصرف، الحاجات دي كلها. بس احنا people oriented اكتر، والمالتي اكتيف وايموشنال عن نوع من العاطفه،
وساعات تبص تلاقي الناس بتتحرك من ديبارتمنت لديبارتمنت، تبص تلاقي واحد طالع من اداره لاداره، سلام عليكم وعليكم السلام، يفطر معاهم يرجع يعني عادي عادي كده يعني. الرياكتيف طبعا هم بيشوفوا البيكتشر بالكامل، بيعدلوا بعض التعديلات في البلان لكنها مش كبيره، دايما بيوفوا بالوعد بتاعهم. Use both first hand and research information. يعني مثلا لما تيجي تقول له خبر ماشي يسمعه منك، بس لازم يدور وراك هل الخبر ده صح ولا لا. People oriented, quietly caring. دايما كير جدا على الشخص، وما يرضاش ان هو على فكرة وما يرضاش يحرجك. احيانا انت في الاجتماع، الاجتماعات بالمناسبة في الرياكتيف كالتشر مع جماعة اللي هم بتوع اسيا والعالم دي، الاجتماعات مش علشان تطلع لنا افكار جديدة، الاجتماعات علشان احنا اوريدي فكرنا واوريدي خلصنا، احنا بس جايين الاجتماع علشان نطلع القرار. فأي حاجة جديدة هتقول عليها هي غير مقبولة، خلاص هي غير مقبولة. يعني مثلا والله ده انا جات لي فكرة جديدة، لا مش برين ستورمينج سيشن، هو حبيبي احنا القرارات خدناها، خدتوها امتى؟ لوبي. القرار بيطلع من تحت لفوق، يعني مثلا مجموعة العمال بيتفقوا على قرار، يبعتوها للسوبرفايزر، السوبرفايزر مع زمايله اتفقوا على قرار، طلعها للمدير، المدير طلعها القرار، طلع على رئيس مجلس إدارة، قعدوا معهم في اجتماع مش علشان يناقشوا القرار، القرار متاخد اصلا. فانت علشان كده لما تيجي تجتمع مع الناس دي ما تفتكرش ان هم ده انا طلعت افكار جديده، هم هيسكتوا مش هيردوا عليك، بس مش معنى سكتهم انهم موافقين، هم بيعرفوش يقولوا نو، بس هي دي الفكره، بس هم مش عايزين يحرجوك مش اكتر، انما كل افكارك بالنسبه لهم دي ولا حاجه ولا هيعملوا بيها اصلا. بينما مثلا البريطانيين لو انت طلعت افكار كده ما عجبتهمش، خد بالك هيقول لك whatever you say is very interesting. interesting دي لو قال لك interesting في اجتماع 90% اللي انت بتقوله ده عايز يقول لك ان دي stupid idea، دي فكره غبيه، بس بدل ما اقول غبيه بقول interesting، بس عشان تكون عارف يعني هم ليهم language كده ليهم. دي attributes تانية برضو موجوده عند لويس كالتشر، attributes في linear active. يعني في الفروق اللي هي ساعات يعني accepting الفيفورز بس يعني مش قوي، اللي هو المجاملات. في المالتي اكتف طبعا ده بيدور الفيفورز دي اساسي عندنا. في الرياكتف بروتكت فيس اوف اذرز، بيحاولوا يقول لك يعني ايه ما احرجش اي حد خالص، ولا اطلب منه حاجه ولا احرجه. في اللينر اكتف طبعا بيعملوا ديليجيشن للناس اللي هم يعني ممكن يكونوا اكفاء. في المالتي اكتف بيكون بالنسبه لهم بيعملوا ديليجيشن للناس اللي بيثقوا فيهم اكتر. طبعا لكل قاعده شواذ، يعني مش لازم. ايوه ماجد بيقول ايه very interesting means that's clearly nonsense. يعني لو قال لك very interesting انت ضعت، يعني اللي بتقوله ده ما تبقاش فرحان، ده انا رحت وقالوا لي very interesting very interesting، قالوا لك very interesting لا طب اركن بقى خلاص. في اللينير اكتيف بيبقى عندهم الفيكسد اجندة دي اساسا. التليفونات مش علشان نتكلم فيها بالساعات، في واحد كده بص لاقيه بيتصل بيا وقاعد يتكلم 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 ليه؟ ممكن احنا في المالتي اكتيف كالتشر بنتكلم فور اورز، انما لو بتتكلم مع ناس من اللينير اكتيف كالتشر التليفون مش عشان الكلام الطويل ده، انت عامل اجتماع بقى مش تليفون ده خلاص. دايما بيبقى عندهم نوع من الاحترام للرسميات، وبرضه هم ما بيحبوش يفقدوا يعني disliking losing face. بس هم لما تيجي تتكلم معاهم بيبقى conference with logic. يعني ايه؟ يعني بيكلمك باللوجيك، ما فيش عاطفة في الموضوع، يعني انسى العاطفة خالص معاهم، تتكلم باللوجيك. عشان كده بص تلاقي واحد كاتب ايميل وانا مش عارف ايه وكان يا عمي الناس دي ولا بتبص للكلام اللي بتقوله ده في حاجه خالص، كل الايموشنال ده تروح تقوله لصاحبك. هم عندهم لوجيك، عندك لوجيك عندك ارقام اهلا وسهلا، ما عندكش خلاص. هنا مالتي اكتف يعني ممكن يتكلموا لساعات طويله جدا في التليفون. انترليت ايفريثينج، يعني ممكن يكون يخلطوا الشغل بالعلاقات الاجتماعية بالأمور دي كلها، ده طبيعي عندهم. فكرة الهيومن ترانزاكشن أو ترانزاكشن دي أساسي، لأن هم بيحبوا فكرة الهيومن، يعني هم مور بيبول أورينتد، بيحبوا الناس خلاص. ما بيحبوش قوي يكتبوا الميموز اللي هي المذكرات اللي هي بعد الاجتماع والأمور دي كلها، ودايما بيحاولوا يشوفوا مين الشخص اللي في التوب بيروحوا له. يعني مثلا لما يجي تبص تلاقي حتى في اي مكان هو فين المدير اللي هنا،
عايز المدير في ايه؟ حاجه تخلص عادي، بس اشوف مين المدير يعني. فدايما بيشوفوا مين الشخص اللي في التوب، ودايما احيانا يكون عندهم بعض الاكسكيوزز وبرده، بس دول كونفرنت ايموشنالي، لو انت احرجته اجتماعيا يتاثر جدا. الرياكتيف برده بروتكتيف فيس اوف اذرز ديليجيت تو ريلابل بيبل، الناس اللي هي عندهم. بس خد بالك في اليابان مهما انت عملت، اذا انت ما عندكش لو انت كنت اينشتاين وكنت نيوتن وكنت زويل وكنت الناس دي كلها مع بعض مضروبين في الخلاط، ورحت هناك مش هتشتغل معاهم غير لما يثقوا فيك. وعشان يثقوا فيك لازم واحد يقولهم انا اثق في الشخص ده يكون هو اهل ثقه. يعني دي واسطه، اعتبرها واسطه، بس هما ما بيعتبروهاش واسطه، هما بيعتبروها بيقولوا احنا ما بنشغلش حد الا اذا كنا واثقين فيه. علشان كده لما واحد بيشغل واحد بيبقى زي ما يكون في وشه طول الوقت، يلا شوف انا ده اللي يعني ايه، لو غلطت في وش انا. فدايما بيحافظوا على النقطه دي، مهمه جدا. فمش هتلاقي واحد بيقدم على سي في في شركه في يابانيه وراحت خدته بالباب للطاقه. دلوقتي بداوا ينفتحوا على الموضوع ده، لكن قبل كده لا، قبل كده لا ما بيشتغلش معاهم غير الناس الثقات. عشان كده هتلاقي مصنع زي تويوتا كلهم عيله واحده او عائلات معينه، وعندهم فكره اللي هي اللايف لونج جوب، اللي هي تقعد بقى الوظيفه مدى الحياه. يعني انت مثلا دخلت هوندا، انت بقى هوندا بقيت حياتك، وعيالك هوندا ومراتك هوندا وكل احفادك هوندا، يعني عيله كده كلها هوندا من اول لاخر. ما اعرفش دلوقتي بقى بداوا يتغيروا شويه. بيعملوا سمري للاجتماعات، بيخططوا على مهلهم، الترا اونست، يعني بيحاولوا دايما يكونوا امناء، وهم لا يمكن يخلوا حد يحرج خلاص. وافويد الكونفرونتيشن، ما بيحبوش المواجهه اصلا. فدي ايه هنا طبعا اللينير اكتيف البادي لانجويج، طبعا عندهم ليميتد بادي لانجويج، يعني البادي لانجويج او لغه الجسد محدوده. ما بيعملوش انتربت للناس او بيقطعوهم اثناء الكلام، ودايما بيفصلوا ما بين السوشيال والبروفيشنال، الحياه الاجتماعيه والبروفيشنال. في المالتي اكتيف ده انريستريكتد بادي لانجويج، بيتكلم بايدينا وزي الايطاليين كده. وبعدين عادي ممكن يحصل انتربت، يعني عادي وانا في بتكلم واحد يقول معلش انا عندي سؤال انا عندي كذا، فممكن يقاطع الحديث عادي جدا. وبعدين انتر ويف السوشيال والبروفيشنال، يعني الاثنين مع بعض ايه شغالين مع بعض، دي كالتشر، دي ثقافه. الرياكتيف طبعا ما فيش بادي لانجويج الا قليل جدا، ما يبانش عليهم اي حاجه، هم بيفهموا بعض احنا ما بنفهمش. اللهم اذا اشتغلت معاهم مده طويله تقدر تفهم البادي لانجويج اللي عندهم او لغه الجسد. ما بيعملوش اي انتربت اثناء ما انت بتتكلم، وبرده هم كونكت سوشيال اند بروفيشنال مع بعض. فده الفروق ما بينهم. وطبعا في فروق كتير جدا، الراجل مؤلف كتب كتير قوي في الموضوع، يمكن انا عندي كم غير عادي من الكتب بتاعته. فعلشان كده لما تيجي تتعامل مع الناس، بالمناسبه ما فيش حاجه اسمها كالتشر حلوه وكالتشر وحشه، ما فيش ثقافه حلوه وما فيش ثقافه وحشه، وما فيش واحد شارب الثقافه دي 100% وواحد وبس ولازم يكون هو كده. لا، في ناس ساعات نتيجه الهجرات ونتيجه الامور دي كلها كنت اثرت بثقافات تانية عادي جدا. فهم بيتاثروا بيتغيروا، والحقيقه كان في زي مقاييس لقياس الكالتشر، وانت في انهي كالتشر بالظبط. في بعض الالمان حتى بداوا ان هم يحاولوا ياخدوا دورات في البيبل اورينتد وفي الهيومر، بقى عملوا معهد للنكت عندهم للهزار. هما بيهزروا بينهم وبين بعض، بس مع الاخرين الناس فاهمين انهم عندهم حاله من الجمود. معانا مثلا مستر بين ده الماني اللي هو ده، واللي ضحك الناس كلها من غير ما يتكلم خالص اول ما اخترع السيلفي. فده يعني ايه، هما بيحاولوا دلوقتي يوصلوا لمرحله البيبل اورينتد اللي هو احنا هنا. ده الديالوج فيرسس داتا، يعني مثلا ان في ناس ساعات يقولوا الحقيقه بشكل قصه كبيره، وفي ناس يديك الحقيقه في وشك على طول. فتلاقي الناس اللي بتدي الحقيقه في وشك على طول داتا، اللي هم مثلا الجيرمانز والسويز والفينز، الجماعه اللي هم البريطانيين زي الراجل قالك ودعوا احبائكم، يعني كداتا بس على طول كده يعني ما فيش كلام. يعني اسكندنافيانز نيوزيلاند مش عارف ايه، لو واحد هيموت بقول له انت بتموت خلاص، ما فيش بقى فيها الديالوج بقى اللي هي قصه بقى، اللي هي مثلا زي مين، لاتين امريكانز، العرب، الاسبانيش، البرتغيز، الناس دي كلها لما تيجي تقول حقيقه بتقولها لك بشكل قصه، علشان بس ايه يعني تستوعب الموضوع. عارفين النكته بتاعت الراجل اللي كان عنده كلب، وبعدين كان هو ومراته عايزين يسافروا فساب الكلب عند واحد صاحبهم، فعارفين النكته دي؟
دراما. فالمهم واحد كان هو ومراته عايزين يسافروا، فمراته عندها كلب جميل كده بتحبه، فما عرفوش ياخدوا الكلب معاهم في السفريه فسابوا عند واحد صاحبه. فما فيش، هم راحوا يومين ثلاثه في جزر البهاما، صاحبه رجع له بعت له تلغراف قال له الكلب مات، كلمتين بس الكلب مات. مراته صوتت وعيطت والمهم باظت السفريه ورجعوا تاني. فالمهم باظت السفريه فرجع، فقال له صاحبه ايه اللي بتقوله ده؟ ازاي تبعت لي برقيه تقول الكلب مات؟ قالوا ما نعمل ايه يعني؟ قالوا يعني يبعت في الاول ومثلا الكلب نزل يتفسح مع بقيه الكلاب في الشارع، وبعدين الكلب خبطته عربيه، وبعدين الكلب نقلناه المستشفى، يعني كل يوم يبعت لنا حاجه، وفي الاخر خلاص على بعد اسبوع ولا حاجه بيقول الكلب مات. قالوا طيب ماشي. رجع صاحبه سافر بعد كده هو ومراته، ما فيش كام يوم كده وصاحبه قال له امك نزلت تلعب مع الامهات في الشارع. فايه يعني بدا ان هو يتعلم منه. النقطه دي ما قلتها في احد المؤتمرات، واحد قاعد يضحك راجل امريكي بقى الله يمسيه بالخير، هو قاعد على الكرسي، لانها نقطه احنا عندنا في مصر النقطه قديمه قوي بس اشتغلت هناك كويس قوي. هنا ده فيديو عن الكالتشر انتليجنس، ما اعرفش الوقت اتاخر نشوف الفيديو ده ولا نشوفه بسرعه كده. عفوا الصوت، يمكن صوت سامعينه ولا مش مسموع؟ صوت موسيقى من شويه سامعينه. تفضل سامعين. People of different cultures hold beliefs, attitudes and values that can result in contrasting business practices and workplace behaviors. To be an effective leader in today's globalized business environment, we must develop skills that allow us to manage a diverse workforce by becoming sensitive to the ways cultural differences can influence behavior. My name is Carly Quincy, and I give advice to people from all around the world on how to boost their CQ and become more culturally intelligent. Dear Carly, I'm 10 minutes into my first meeting here. Two members are yet to turn up and my new colleagues are still talking about last night's Barca game. When should I get down to business? I hope this doesn't carry on to the rest of the meeting. We've got so much to cover. Dear Chris, relax. Some countries spend more time on small talk. In the UK, you might be used to a cup of tea, a quick joke about the weather, and then start. However, not all cultures operate in the same way. In Germany, for example, there is no time for small talk whatsoever. Whereas in Spain, where you are, it can take up to 13 minutes until they wait for everyone to arrive and then start. My advice? Come to a compromise which you feel comfortable with, and bear in mind that some Latin cultures prefer a less linear and more multi-active approach to business discussions. Best of luck! Dear Carly, I'm currently in Singapore on business, and although I came here to do business, it seems as if we are doing everything else apart from that. I'm only here for 4 days. It's day three, and I have been to 3 parties and 2 golfing trips. I used to think this partnership was a winner, but how can we move forward if we have no time to discuss? What's going on here? Dear Chen, Singaporeans are well known for breaking the ice through a softening up phase. This means giving time to golf, karaoke, and other leisure activities. Hope this helps. Carly. Carly, I really need your help. I am in Japan to promote our new line for the handbag, and I really need some feedback from my Japanese colleagues, but nothing. They're over polite. I don't know. What does it mean that they are not interested, or maybe they hate it? Please help me. Don't worry. This reaction is only normal, Sabri. You must know that coming from a reactive culture, the Japanese try to avoid conflicts and confrontation with others. They rarely show their strong opinion directly,
but rather they try to express it in a more diplomatic and tactful way. It's not that they're not interested in your product. I'm sure it's amazing. It's just that their culture is really different than what you're used to. All you need to do, try to pick up these meanings, these hidden meanings, and it will be great. Is that okay? Thank you, Carly. Thank you. Thank you. Carly, are you there? I got a promotion, so now I'm in London office. I just halfway through my first meeting, and then my managers are constantly using humor while arguing over ideas for our new ad campaign. Is that normal? Because in China, jokes are for outside the workplace. Are they not taking this seriously, or what? I know you would be more comfortable if the meeting was more formal, but bear in mind that humor is not considered to be disrespectful during meetings in the UK. In fact, Brits often use humor to break up tension and bring the group closer. So, to adapt to more Western cultures, you better stock up on jokes and perhaps be ready to accept that humor can play a positive role in meetings. Best of luck, Isabel. Bye. Bye. فهنا يعني انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده لان المحاضره طولت. فبنشوف هنا لو في عندنا اكتر من شخص من اكتر من يعني من مكان بيقدروا يتعاملوا ازاي مع بعض. لو هم من نفس الـ الكالتشر يمكن يكون مفيش ابدا اي مشكله بينهم وبين بعض، لكن لو في نوع من الاختلاف في الكالتشر هيحصل لهم زي كالتشر شوك. طيب هم من نفس الكالتشر، هم من نفس الكالتشر، ايه التشوك اللي حصل؟ التشوك اللي حصل ان هم شخصيات مختلفه، شخصيات مختلفه، ده شخصيه وده شخصيه. ده شخصيه يعني ممكن يكون بيحصل اجري immediately، ده تاني شخصية agree after a lot of persuasion، يعني ده لو في حاجة بياخد فيها قرار حالا ده بيسموه red person، وفي واحد تاني green person لا ده هو عايز معلومات أكتر علشان يعرف ياخد قرار. في واحد فيهم عنده ثقة في about the outcome، التاني عايز assurance stability، يعني عايز يبقى متأكد قوي من الأمور كلها مستقرة. فعلشان كده ده موضوع تاني اللي هو behavior analysis، اللي هو تأثير كمان السلوك بتاع الناس أثناء العمل. فالسلوك ده كمان برضو ده موضوع يعني يطول شرحه، لكن أنا همشي عليه هنا في عجالة عشان عارف أن أنا اتأخرت عليكم والأمور طولت أكتر من اللازم. أن لو في شخصيات اتقسمهم according to Ellis H. Potter، قسمت الناس والبيهيفير بتاعهم لثلاث أنواع: green ويلو وريد. الجرين ده دايما هو شخص اناليتيكال، عنده نيد تو اشور، عايز يتاكد ان كل حاجه صح وان الحاجه لها مينينجفول، ليها ارقام ليها تحليلات، هو شخص تحليلي. الشخص البلو هو اللي حد مور بيبل اورينتد، يعني حريص جدا على الاخرين، دايما بيحاول يعمل بروتكشن للناس ولنفسه وهكذا، ودايما بيسعى للتنميه والجروث ليه وللاخرين. الشخص الريد هو تاسك اكومبلشمنت، عايز ينهي التاسك بسرعه خلاص، فدايما عنده مشكله في ان هو عنده ادام ريسورسز موجوده عنده عايز ينهي بسرعه، ده دايركتنج اللي هو الشخص اللي هو عايز ينهي بسرعه امور يعني بدون نظر للناس. و طيب الشخص البلو اللي هو الشخص الازرق ده اللي هو الشخص اللي هو يعني مرتبط بالناس اكتر، هتلاقيه دايما هو حريص على الناس اكتر، عنده اهتمام بيهم، فدايما بيحاول يدور على continuation of job، يعني يدور في شغلانه مع ناس لانه بيحب الناس اللي معاه. كان بيسال ask about what will follow the immediate assignment. عفوا ايوه هو ده تقريبا هو ده ساره.
DISC ده الاسسمنت ده ممكن يكون بيبين الناس دي وفي خريطه ليها كده خلاص. دايما هو بيحاول يكون يعني له علاقه اكتر بالناس, ده البلو بيرسون وحريص جدا عليهم. الريد بقى فيري اسيرتيف, يعني عايز يخلص امور بسرعه, عايز الحاجات تخلص بسرعه, عايز يتاكد ان الناس اللي موجوده معاه كافيين ان هم ينفذوا الشغل ده, عايز يتاكد ان الفند موجود علشان يعمل, عايز يتاكد من كل حاجه تمام, عايز بيتعامل مع الناس كما لو كانوا ايه يعني كلمه لو كان الامور كلها ماشينز. الجرين ده لا, شخص اناليتيكال اكتر, بيحاول ياخد عنده ميثودولوجي معينه, بيجمع الداتا وبيحاول ان هو يعني يطلع منها بقرارات معينه, ودايما لو دايما بيكون عنده اكتر من بلان لاكتر من موقف. فعلشان كده ده طبعا حاجه تانية. وفي اسسمنت لو اللي هو زي اللي ساره كتبته ده, انا عملت الاسسمنت ده مرتين في حياتي والمرتين يعني ادوا نتائج. طبعا بتعمله على تو ليفل, وانت في الوضع العادي وبعدين بيحطوك تحت ستريس, فبتعمل اسسمنت ده مرتين علشان تعرف تحت ستريس انت بتروح فين. انا مثلا في الامر العادي ما بين البلو والريد, لكن لما بنحط تحت ستريس بروح للجرين احلل الداتا بقى علشان نشوف المشكله جايه منين. لكن معظم بلو ريد ده طبيعي لان ده شغلي بلو, لان انا بتعامل مع الناس كلها ريد, لان انا عندي تاسك اورينتد برضه عايز اخلص شغلي, فليا طباع معينه خاصه بالشغل. ولكن لما الشغل بقى بالامور بتتلخبط بروح للجرين اللي هو بقى التحليل بقى الداتا, بطلع بقى اشوف ايه المشكله جايه منين واشوف وصولها جايه ازاي والداتا دي جت منين اصلا في الاول. فعلشان كده في الاخر لازم نشوف نشوف ايه الحاجات اللي هي الناس من انهي كلاس كالتشر وايه هي البيهيفير, لان في بعض الناس يكون ريد رياكتيف, جرين لينير اكتيف, بلو مالتي اكتيف. فعلشان كده دي الماتريكس اللي احنا عرضناها من زمان من 2014, ان احنا لما نيجي نقسم الناس تقدر تقسمهم على ماتريكس تانية, ماتريكس تانية خاصة ب كمان الكالتشر والبرسوناليتي, وتضيفها للديمنشنز المعروفة في بي ام اي اللي هي الانترست والباور, علشان تقدر يكون عندك صورة كاملة على مين الستيك هولدرز. فانت ممكن تطلع ناس انتروفيرت, بنكشوال, رياكت, سيتويشن كويت, دي التقسيمة بتاعتهم. ممكن تاخدوها سكرين شوت حتى كمثال لناس من لينير اكتيف كالتشر لكن ريد, من لينير اكتيف كالتشر لكن بلو, من لينير اكتيف كالتشر لكن انتروفيرت. ده كان اللي هو الحاجة اللي احنا قدمناها كحاجة جديدة للعالم ايامها, ان احنا نقدر نقدم ماتريكس تقيس الاثنين دول مع بعض, الكالتشر كنت انا وزميلي محمد الياس قدمنا ده, وكمان البيهيفير. فممكن تلاقي ناس يعني في اكثر من حال. بس باك تو ستيك هولدر مانجمنت, ستيك هولدر ريجستر كمان تقدر تحط فيه الكالتشر كلاس والبيهيفير اتيتيود, وتبدا تحط الكلام ده حتى في الاتريبيوتس بتاعت الناس اللي بتشتغل معاهم اونلاين في الفيرتشوال تيمز. وده دي بعض الاستراتيجيات ازاي تتعامل مع لينير اكتيف كالتشر. دايما انت لازم تركز على البيزنس, تركز على الداتا, تركز على انك تدير الوقت بشكل جيد, يعني assign fewer simultaneous task, يعني التاسك اللي تديها له ما تدلوش حاجات كتيره في نفس الوقت. طبعا دايما تتوقع منه انه هيمشي على البلان, ودي برضو الحالات بتاعتهم لو هم جرين او بلو او ريد. المالتي اكتيف كالتشر طبعا يعني بتحط البلان على الليفل العالي, عشان كده تلاقي الاجايل شغال معنا حلو قوي, الناس مبسوطه بيه. Avoid the confrontation and rely on the dialogue, دايما تتكلم على يعني دردشه بدل المواجهه خلاص, يعني كل الامور يعني فيها نوع من الدردشه كده. دايما will need support, ساعات تكون انت محتاج support بالديتيلز معاهم, وممكن تستخدم البادي لانجوج يعني ما فيهاش مشكله. الرياكت طبعا السطر اللي تحت ده لما يكونوا هم جرين بتعمل ايه, لما تكون بلو بيعملوا ايه, لما تكون ريد بيعملوا ايه, فدي برضو تقسيمه ثانيه. الرياكتيف برضو اللي هي فوكس على بيلدينج التراست. على فكره التراست بيجي قبل البيزنس, يعني انا كنت مثلا لما اروح هناك في كوريا او في اي حته, دايما لما كانوا يعزموني على عشاء كان عندي عشاء, العشاء اللي احضره معاه اهم عندي من الكورس اللي هدوله الصبح. ليه؟ لان هم عايزين يعرفوا هل الشخص ده فعلا يعني اهل ثقه ولا لا, فدايما يبنوا التراست الاول قبل ما يدسكاس البيزنس. ريسبكت للتشين اوف كوماند طبعا, لما يكون الناس موجودين لازم تسلم عليهم بالترتيب بتاعهم في العمر والوظيفه.
دايما تحاول تبعد عن الكونفرونتيشن او المواجهه مع السينيورز. Avoid lengthy paperwork, ما بيحبوش قوي. و look for the cues in the body language, لانه عندهم بعض الكيوز او بعض المؤشرات البسيطه قوي ممكن. وده طبعا يعني تفسير ليهم. اعتقد انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده, طولت جدا جدا, فانا هكتفي. المحاضره شيقه جدا, مش قصه تطويل والله. انا على المستوى الشخصي انا يعني انا كمصطفى انا بستفاد جدا من حضرتك, لان انا بتعامل مع different culture من ناس وجنسيات مختلفه. فانت حضرتك طيب. بالنسبه لي انا حضرتك خلاص ما عايز اقول انترستنج عشان ما تفهمنيش غلط, بس نكملها في مره ثانيه ان شاء الله تعالى. صح, نكملها مره ثانيه ان شاء الله, لكن او والله ما انا عارف. طيب خلاص, ده متشخ مني خمس دقائق. الجماعة اللي هم في كل جنسية ليها كاركتر معين في الاتنشن سبان, اللي هو مدة التركيز. مدة التركيز الامريكان 30 دقيقة, بعد كده المفروض انك انت تغير, تقول تعمل هيومر يعني نكتة, قصة, ايا كان ايه هي, بس خد بالك انك انت ايه تغير. يعني هنا الاسبان من 30 ل 45 دقيقة. سوري, اليونايتد كينجدوم البريطانيين بيركزوا معاك في كلامك من 30 ل 45 دقيقه, بعد كده ممكن انك تغير كلامك. طبعا هنا الاودينس اكسبكتيشن, لما تكون انت متحدث في امريكا فالاودينس اكسبكتيشن ايه؟ هيومر, نكت, يعني كاتشي فريزز, حاجات كده. يعني ايه الناس دايما, علشان كده دايما محاضراتي مع الامريكان بتبقى دايما فيها نكت, فيها مش عارف, يعني بحس انها يعني من اكتر الناس اللي انا بحس ان الامور معاهم, او من الاجانب يعني بحس ان الامور معاهم سهله وبسيطه وجميله. دايما بيكونوا هم الامريكان طريقتهم حتى حلوه في تلقي المعلومات. البريطانيين برضو من حوالي من 30 ل 45 دقيقه ممكن تتوقع. المتوقعين منك ايه؟ متوقعين منك برضو بعض الهيومر ستوريز, يعني قصص كده. نايس برودكت, لما تيجي تقدم لهم برودكت في الاخر يكون نايس, ريزنبل برايس, سعر كويس, الكواليتي تكون عاليه, وكمان تراديشنال نذر ذان مودرن. الالمان تركيزهم بيوصل لغايه 60 دقيقه, يعني 60 دقيقه مركزين معاك, تقعد تتكلم هم يسمعوك 60 دقيقه ما عندهمش مشكله. دايما هم بيشوفوا الشركات الكبيره والسوليد كمباني يتعاملوا معاها, بيكلموك عن تكنيكال انفورميشن, معلومات الفنيه والتقنيه. بيحبوا دايما البرينتد ماتيريال كتير, برينتد انفورميشن, مفيش نكت خالص في الموضوع, لازم برايس يكون كويس والدليفري ديت يكون واضح. الفرنسويين مدى تركيزهم لغايه 30 دقيقه. بيتوقع منك انك انت تكون رايح فورمال, انوفيشن برودكت, سكس ابيل, الايماجينيشن او التخيل. لازم يكون عندك نوع من اللوجيكال برزنتيشن, لازم تكون البرزنتيشن بتاعتك لوجيك. دايما لما بتقول لهم مثلا دي زي فرنسا, زي مش عارف ايه, زي الكذا, لما بتشير لحاجه في فرنسا وما بيحبوا جدا الكلام ده, زي برج ايفيل ولا لوفر ولا واتيفر, بيحبوا الكلام ده. الستايل والابيرنس والبيرسونال تاتش بيحبوه. الجابانيز مدى تركيزهم لغايه 60 دقيقه, ما عندهمش مشكله يركزوا معاك. بيتوقع منك انك تديهم سعر كويس, يكون في نوع من السينرجي, يكون في نوع من الهارموني او التوافق بينكم من بعض, الأدب, الجم, الاحترام للشركة وللناس دي. لازم يكون شركتك كمان لها اسم كويس في السوق, بتعمل برزنتيشن بشكل جيد, لازم تكون لابس كويس قوي, وهكذا. بحبوا الدياجرامز, الرسومات. الاسكندنافيانز مدى تركيزهم لغاية 45 دقيقة. بيتوقعوا منك انك تقدم لهم حاجة مودرن, حاجة كواليتي عالية, الديزاين ممتاز, تكنيكال انفورميشن, وديليفري بديت. العربس والميديترينيانز عموما هم 20 دقيقه درجه التركيز. الايطاليين كده برضه عندنا, بعد كده لازم تفصل بحاجه وبترجع مره تانية. طبعا انا معلش النهارده اتكلمت انا على طول دايركت. الاودينس اكسبكتد ايه؟ بيرسونال تاتش, في بعض البلاغه, في بعض يعني حتى الصوت عالي شويه, ممكن يكون يتوقع بعض الانترابت عادي, مفيش مشكله خالص, وبيكون في حياه في البرزنتيشن بتاعك. الاسبان 30 دقيقة مدى تركيزهم. بيتوقعوا ان برضو هيومر, الانفورمال او يعني يتكلموا بطريقة انفورمال مش طريقة رسمية.
ما بيحاولوش الزياده في الكلام قوي. يشوفوا الانوفيشن برودكت لو عندك برودكت يعني او منتج في نوع من الابتكار. عندهم البيرسونال تاتش مهم والايماجينيشن. ده الكونكلوجن في الاخر. لازم تعرفوا الفروق ما بينهم الفاليوز القيم والبيهيفير والبروفيشناليزم. واشكركم على هذا الوقت. انا كنت اتوقع ان انا انهي المحاضره في اقل من كده، لكن انا عملت كل اللي اقدر عليه ان انا اغطيها. احنا اللي بنشكرك حبيبي، ربنا يبارك فيك ويجزيك خير. وفعلا المحاضره فعلا شيقه لانها بتبين حاجات كتيره جدا في التعاملات، خصوصا الناس بتتعاملوا مع اجانب كتير. في تريكس كده رائع انت قلتها في وسط السطور. طبعا كل واحد بينقي الكلمات اللي التاتشنج معاه. ربنا يبارك فيك وربنا يجزيك خير، ومتوقعين ان شاء الله رب العالمين يكون في حاجه ثانيه برضه. الله يخليك، جزاك الله خير وجزاكم الله كلكم كل خير. تسلم تسلم، ربنا يبارك فيك. شكرا دكتور. انا كنت بس يعني مستمتع جدا مستمتع جدا صراحه. شكر جدا ليك. شكرا باشمهندس مصطفى. شكرا جزيلا دكتور محمد. شكرا. معلش طولنا عليكم يا جماعه بس والله. لا ازاي شرفتنا. لا شكرا جدا يا دكتور محمد، استفدنا كتير كالعاده من حضرتك. الله يخليك، جزاك الله خير. ان شاء الله خير. بارك الله فيك استاذ محمد، والله جدا ما قصرت في الدعوه. جزاك الله خير اخي فراس، شكرا جدا لك. شكرا باشمهندس احمد. يحفظك باشمهندس. باشمهندس باشمهندس. ايوه اتفضل. باشمهندس محمد، مش حضرتك الكالتشر او عامه اوفرول السيشن حضرتك قلته لنا ده يقدر يضيف للواحد لانا كده لازم احترم البيهيفير والكالتشر اللي هو جاي منه، زائد كمان لازم ادرس الكالتشر بتاعته قبل ما اتعامل معاه، ادرسها المشكله اسكول واشوف الدنيا مش زي ما حضرتك جبت اخر الكونكلوجن، قلت في كل واحد والتاني من different country كل واحد بيحتاج مده قد ايه، فدي معموله از ريسيرش قويه جدا. صح كده يا باشمهندس؟ وكل الحاجات اللي النهارده كل الحاجات اللي قالت النهارده بيزد على ريسيرش، وريسيرش مده اكتر من 25 سنه. ف يعني فهي انفورميشن الى حد كبير يعني تقدر تثق فيها الى حد كبير يعني، لكن طبعا كل قاعده شواذ. ودايما كنت اقول في النهايه في الاخير يا جماعه، يعني طبعا احنا عارفين يعني ربنا خلقنا شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. تعرفش مين اتقى من مين ومين اكرم من مين، هي كلها شعوب وكلها ربنا خلقها، وربنا خلقها لحكمه معينه بهذا الشكل، واحنا ملناش فيها ولا احنا اللي ربيناهم ولا مطلوب مننا ان احنا نربيهم، لكن مطلوب مننا ان احنا نتعامل معاهم. وعشان تكون يعني جلوبال، ما تحاولش انك انت يعني تقول لا ده هم سيئين وانا لازم اتعامل معاهم بالطريقه. لا لا لا، هم دي طريقتهم ودي طريقتك، وانت مش مطلوب منك انك تغير في حد حاجه خالص، انت مطلوب انك تعرف تتعامل بس. ودايما كنت بحاول انشر الثقافات برضو، تعرفهم ثقافتك ايه، ايه اللي بتحبه ايه اللي بتكرهه برضو، علشان يعرفوا يتعاملوا معاك بطريقه جيده. يعني يمكن انا كنت عاني من مشكله يعني، بس حاولت قدر الامكان مش عارف اعمل ايه. يعني مثلا في الثقافات الغربيه عادي ان هم الستات بتحضن رجاله، فانا اعرف ناس كتير، فتبص تلاقي طب الاحضان دي يا جماعه عندي في الكالتشر بتاعتي ما تنفعش، يعني ارجوكم يعني ارحمونا من القصه دي من فضلكم من بعيد، بس من فضل ساعات يعني يفهموها انها غلط، يعني يفهمون ده غلط. لكن لما شرحت لهم الكالتشر بداوا انهم يستوعبوا الموضوع، وما فاهمين ان انا ارقام منهم. هي مش فكره قرف، هي فكره كالتشر. يعني هي فكره كالتشر مش فكره ارفان، بس هعمل ايه؟ طيب هي كده يعني، هم ما بيفهموش الدين وكذا قوي. دول كالتشر، دي ثقافه يا جماعه، معلش دي ثقافه عندنا. فدي بتحاول قدر الامكان انك انت تقول لهم الثقافه بتاعتك. وفي برضه بيغلطوا يعني، في اخر في مره كنت بولندا بعد ما خلصت المحاضره جابوا لي ازازه خمره فحطوها على فجم يديها لي، فانا قلت لهم لا حطوها على البوديوم هنا فكهديه يعني بعد المحاضره اللي عملتها، فحطوها. فبعدين سبتها ومشيت، انا ما اتكلمتش معهم، قلت لهم مش ايه ده انت ازاي تدوني خمره انتوا مش عارفين ان انا مسلم. سبتها ومشيت وخلاص ببساطه يعني. فواحد جري ورايا قال لي هديتك سبتها؟ قلت له لا انا مش عايزها. قال لي انت متاكد مش عايزها؟ قال لي، قلت له انا متاكد مش عايزها، خلاص شكرا. واضح ان هم ما يعرفوش الكالتشر. بينما مثلا في كوريا
لما رحت هناك عزموني على العشاء سألوني إذا كان ممكن يحطوا خمور على على إذا كنت أنا بشرب خمور ولا لا، فقلت لهم لا، فشالوا الخمور كلها من على الطاولات، مش على يعني شالوها كلها كاحترام ليا، وعرفوا أنا باكل إيه بالظبط، باكل إيه وبشرب إيه، فجابوا الأكل الحلال ليا. وفي الآخر بقى استقروا على إنهم يعزموني في محل سمك، ف which is nice بقى يعني كلنا كلنا. فكان وكان معايا مين؟ كان معايا مدير مشاريع شركة سامسونج، وكان طبعا يعني ومعاه اكبر الناس رجال في شركه سامسونج، كانوا عايزيني على العشاء علشان انا هدرب المديرين المشاريع بتاعتهم تاني يوم، او يعني لا اسف يا ربي ما والله ما انا فاكر يعني كان في يوم الايام شكل في الاول ولا في الاخر، بس اعتقد كان في الاول. وكان كنت تعبان جدا بس كنت لازم اروح، لان ادام عزمي وقبلها بكتير كانوا قاعدين يبعتوا لي ايميلات عشان يعرفوا انا باكل ايه بشرب ايه الكالتشر بتاعتي يتحط ايه وما يتحطش ايه، وسالوني على الخمور، قال اسمعنا ان انتم ما بتحبوش الخمور تكون على الطاوله، قلت لهم لا انا ما بشربش خمور، فشالوها كلها. فقصه تانية يعني موضوع الكالتشر دي موضوع كبير مش صغير. فهترككم دلوقتي في رعايه الله وامنه، وانا عندي كمان ظرف لازم اتوكل على الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.